الفنان ذو الألف وجه الذي طرق أبوابا متنوعة من الفنون في السينما والتلفزيون أو المسرح. كانت إطلالته الإبداعية هذه المرة أكثر اختلافا وتميزا من خلال ديوانه الشعري الأول حنين للضي. إنه الفنان صبري فواز، تخرج من قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الأسكندرية عام 1987، وعقب تخرجه التحق بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالقاهرة. قام فواز بعدد من الأدوار المهمة، منها دور بليغ حمدي في مسلسل أم كلثوم، وشارك في العديد من المسلسلات منها ليالي الحلمية والوصية إلى جانب حدائق الشيطان ولحظات حرجة. وكانت آخر أعماله الدرامية في رمضان الماضي في مسلسل نيران صديقة وفرعون، وهي الأدوار التي لاقت نجاحا كبيرا. وشارك في أفلام حليم وأيام السادات إلى جانب دكان شحاتة وكلمني شكرا، التي قام فيها بأدوار تركت تأثيرا لدى الجمهور. كما كان لفواز رصيد كبير في تاريخ المسرح، وقام بإخراج عدد من المسرحيات من بينها إيزيس وليالي الحسينية، كما قام بتأليف وإخراج مسرحية ميس ديكول من هولاكو، وكتب السيناريو والحوار لمسلسل حكايات بهية. إذن هو الفنان ذو الألف وجه الذي يغير من شخصياته ومن وجوهه بنفس السهولة اللي بنغير بها هدومنا، زي ما قال عليه واحد من النقاد. من الإخراج المسرحي والتمثيل المسرحي والتلفزيوني والسينمائي اللي الحقيقة بيبهرنا دايما بقدرته على التقمص، قدرته على التشخيص حيث يرى أنه المشخصاتي، دايما الحقيقة بيكون ليه أداؤه المميز حتى لو كان في اختلاف على هذا الفيلم أو هذا العمل، دايما بيكون الإجماع على صبري فواز. أهلا بيك يا صبري. ربنا يخليك. بتحب اسمك؟ طبعا. واضح ده جدا في ديوانك الجديد والديوان الأول حنين للضي والنيل وصبره، يعني بتستخدم كل الكلام بعذوبة وبرقة وبشاعرية رائعة، بس الحقيقة أنه في اكتشاف لبعد جديد لاسمك نفسه لصبري. كلمنا عن النيل وصبره. النيل وصبره قصيدة عن، مش عن صبري تحديدا، بس عن كل الناس اللي متمسكة بملامح بملامحنا، ملامح المصريين يعني. حاسين بغربة، يمكن حاسين ان هم واقفين بطولهم، حاسين ان هم لوحدهم، حاسين ان هم قليلين. لكن في النهاية يعني بطبطب على النوع ده من البشر، فاخدت نفسي نموذجا يعني، ورامن على ان النيل مطول باله كمان يعني. النيل مطول باله جدا قوي. يعني الديوان ما بنشعرش انه الديوان الاول، ما بنشعرش انه التجارب الاولى لشاعر مبتدئ بيخطو اولى خطواته داخل الشعر. الواضح انك بتكتب من زمان. الحقيقة انا بكتب من زمان، بس هي الفكرة انه اتجرأ واعمل الديوان دي اللي كانت جديدة بس. ليه كنت خايف؟ مش مسألة خايف، بس أنا مش طارح نفسي شاعر في وسط الشعراء. احنا عندنا في مصر شعراء كبار قوي يعني الحقيقة. كتبت على فيسبوك: كنت أكتب الشعر لنفسي وسميته شعرا حين قرأ أصدقائي ما كتبت وسموه شعرا. يعني لما قرأوا الشعراء، يعني لما الشعراء قالوا إن ده شعر، فخلاص يعني ده اعتراف من شعراء جيدين يعني. أنا أتكلم عن سيد حجاب وإبراهيم داود وناس مؤمن المحمدي وناس مهمة يعني، والشيخ إمام. والشيخ إمام طبعا مش شاعر ومطرب رائع ربنا يرحمه، ولكنه كان ليه شهادة مهمة في شعرك. صحيح. قال لك إيه؟ قال لي أنت ريقك حلو يا كل ده ما شجعكش إنك تنشر؟ لا، ما حمسنيش، لكن الحقيقه اللي حمسني هو مؤخرا مؤمن المحمدي لما قعد يزق في الموضوع ده لحد ما الديوان طلع يعني. حتى انا كنت كاتب مره بوست بقول لهم مؤمن محمدي السبب، عشان لو ما عجبكمش الديوان تصرفوا معاه هو. لا، احنا عجبنا جدا، وبالتالي شكرنا موصول الحقيقه لمؤمن المحمدي ولمرت بالتاكيد، وطبعا لصبري فواز. انا قريت الديوان واستمتعت بيه جدا، بس الناس اكيد على بشوق كبير جدا منتظرين ان هم يسمعوا واحده من القصائد دلوقتي، وطبعا هنستكمل خلال فقرتنا مزيد من القصائد. نبتدي بايه؟ نقول النيل وصبره بقى، بما اننا جبنا سيرتها. اتفضل. واقف بطولك تحتمي بالنيل، عشط واقف كل احبابك من قلبهم يدعوا لك تشجع، امك بتدعي لابنها يحميك يحميك يا صبري. ايوه يا سيدي، حد قال صبري؟
عافر وحارب واحتمي بالنيل، وابدر غطانك بالغنى، واسند عيدان القطن يا ابني، اصلها بعافيه دي البنت فارت والولد تعبان. يلا يا صبري عزه بتدعي تبقى قد القول وتعيش يا صبري. ايوه يا سيدي حد قال صبري، لملم شبابك وازرعه في النيل، واقطف لنا من بين ايدين الزمن دبله وكوشه وضحكتين وسنين جميله حنينه. يلا يا صبري. درويش ندى ومعاه بليغ حمدي، اسمع يا صبري عيني يا ليلي حد قال صبري، طرطق ودانك لما يعلى النيل بالتون شويه وقول يا ليل ويا عين، خد منه قول لو عدى على شاديه والست سومه، وافتكر انديل وطلب وفوزي وعب حليم وعفاف والفاشني والشيخ مصطفى وعلى مقام سيدنا الحسين، واطلع رجع اذان اللي انحرم من صوت محمد رفعه النيلي. يلا يا صبري. في ناس كتير عايشين على الشطين ماشيين في حالهم بس بيقولوا يا رب صبرك، حد قال صبري. افتح بايدك بوابات النيل، خليه يروح للناس دي في بيوتهم ويجيب لهم فاكهه وهدوم للعيد وشوال سهاري وصبح شم نسيم. يلا يا صبري. خف نفسك وتخلي بالك، اصل بحر النيل على قد ما بيشيل كتير ما يشيلش معدن حتى لو الماظ، وانت بتغرق، حد قال صبري؟ محدش قال صبري. والمزيد من القصائد المصرية جدا، الإنسانية جدا، العذبة جدا في ديوان حنين للضي للشاعر والفنان صبري فواز، هنستمع إليها مشاهدينا ولكن بعد الفاصل.